ليكم بس بدي اقول لكم شغله، لو الحديث اللي بنحكيه انا ومحمد رمضان بيتسجل بيطلع احلى على فكره بكثير. اول شيء انا كثير اشتقت لك حبيبي يا صوفي، يعني هلا صار بقدر اقول لك يا حبيبي اشتقت لك لانه صارت هلا باسمك الكلمه. يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي تعالي لي انا هنا. اول شيء مبروك على الاغنيه، الله يبارك فيك. حلو البرودكشن كثير، الكليب كثير حلو، الغنيه ايقاعها كثير حلو، اكيد حتعلم مع العالم يا رب. بس وانا عم بسمع الاغنيه خطر لي انه انتم نقيتوا كلمه يا حبيبي لانه هي اكثر كلمه كاتشي مع الناس الاجانب. بالضبط بالضبط، وفي نفس الوقت كلمه عربي، يعني احنا ممكن في كلمات ممكن تبقى كلمة فرنش أو كلمة إنجليش والعالم أيضاً والعربي يعرفوها، ويمكن دي يعني دي استراتيجيتي في اختيار معظم أغاني. وبالفعل هذا اللي شفناه بمعظم أغاني اللي صاروا أحياناً ألقاب لمحمد رمضان مثل نمبر ون، وأحياناً كلمات ارتبطت باسمه مثل مافيا أو رافقت حدث ما مثل فيروس وكورونا فيروس وغيرهم. أصريت في أول تعاون مع نجم عالمي كبير بحجم ميتري جيمز إنها تكون اسم الأغنية عربي. وبأقل من 12 ساعة من صدورها تخطت هالأغنية المليون مشاهدة على يوتيوب، وبالكليب كانت واضحة الكيمستري بينه وبين ميتر جيمز، وخاصة أنه بتجمعهم علاقة صداقة من بعد حفل مراكش اللي جمعهم السنة الماضية. دي كانت بداية معرفتنا ببعض، واتفقنا أنا ويوسف مدير أعماله مغربي فرنسي على أن احنا نعمل تعاون. وبشكر طبعا صديقي كريم بولوك ورضا، دول الأصدقاء مشتركين بيني وبين جيمس، دول برضو كان ليهم دور كبير جدا إن الأغنية دي تطلع للنور، وساعدوني في تنسيق المواعيد بيني وبينه علشان نعرف نصور الكليب. طيب ليش اخترت دبي؟ والله هو في البداية خالص كان المفروض هنصور في ما بين مراكش وفرنسا، وبعد كده حصل طبعا أزمة كورونا، والمغرب يعني مقفولة فقط على أهلها وعلى المقيمين فيها، وايضا فرنسا يعني مقفوله ايضا على اصحاب الجنسيات والاقامات فقط. فلقينا حبيبتنا يعني بلدنا الثاني دبي فتح لنا احضنها وتقول لنا تعال. بتعرف لما بشوف فيديوهاتك كذا بحس انه دبي كثير بتشبهك، يعني انت بتحب تبين هذا الجانب الريتش من بكليباتك اللي فيه شو اللي فيه كذا، فدبي كثير بتناسب جدا شكل جداً. شكل صح، وفكره النجاح السريع. انا بحب النجاح السريع، كلمه سرعه دايما بنقول عليها انها فيها طيش، ولكن السرعه في اتخاذ انك تاخد قرار سليم وتاخد القرار بشكل سريع وانت دارس القرار بشكل كويس، ده شيء انا بتمنى اقدر احققه، والامارات حققته. ومن اهم الاشياء اللي حققتها الامارات لرمضان هو حصوله على الاقامه الذهبيه اللي شفناه كوبي عنها بصوره على حسابه بانستغرام، وكتب تحتها شكرا حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد حفظه الله، وشكرا حكومه دبي على اجمل هديه، التاشيره الذهبيه لدوله الامارات العربيه المتحده حفظها الله وحفظ حكامها وشعبها الغالي. صار بنقدر نقول لك صار وزنك ذهب، صار عندك اقامه ذهبيه، صار عندك موبايل ذهبي. شلو كيف حسيت بالاقامه الذهبيه؟ لسه جاي لي اربع ازاز ميه جواهم ذهب. او الله يزيد ويبارك. وبرساتش جابوا لي امبارح لاتيه عليه ذهب. ذهب اوكي. فيعني قلت لهم كده مش هشتغل، يعني انا عايز اشتغل. شو احساسك لما اخذت الفيزا الذهبيه، الاقامه الذهبيه؟ والله احساس عظيم، وبشكر حكومه دبي ان هم اعتقد لمسوا ان الراجل ده مش واخد الاقامه عشان يجي يتفسح بس، كمان يشتغل. يعني انا زي ما بقول ان الميوزك فيديو اللي هو المشروع اللي احنا بنسميه في صناعتنا مشروع صغير في عدد أيام التصوير، ولكن في 150 فرد شغالين وراء الكاميرا، فده عمل وعمل يجب أن ننميه. لما يبقى 1000 كليب هيبقى فيه اضرب ال 150 فرد دول في 1000 شخص هيشتغلوا. فأنا بشكرهم جدا جدا، ويا رب أكون قد هذه الإقامة، وأكون يعني إن حكومة وشعب دبي العظيم يعني على مدار الزمن يعني ما يندموش ان هم ادوا محمد رمضان إقامة ذهبية، بل بالعكس يقولوا احنا كان عندنا حق. ان شاء الله.